احنا معانا على التليفون استاذ محمد مراد، ناقد رياضي من الكويت، علشان يطمنا بقى على بعثة منتخب مصر، على منتخب مصر، على تدريب النهارده. منورنا يا صديقي. حبيبي محمد، كل سنه وانت طيب، وبرحب بيك وبرحب بالشيخ. طبعا منسق الاعلامي لمنتخب مصر، ودايما بنستنى مداخلتك، بنعرف منك اهم الاخبار عن منتخبنا الوطني، وطمنا على منتخبنا النهارده واخر استعداداته للقاء بلجيكا. يعني الحمد لله، كان النهارده التدريب ده اول تدريب محمد، يبقى منتخب فيه مكتمل الصفوف 24 لاعب. يعني قبل كده كان فيه غيابات بسبب تأخر وعدم دخول المحترفين طبعا، اللي وصلوا على كذا فترة. بدأت يعني محمد صلاح وكوكا ومني وصلاح محمد، والنهارده الحمد لله صلاح شارك وصلاح محمد شارك ومروان حمدي اللي تم استدعائه من مصر ووصل النهارده الصبح وشارك النهارده في التدريب. فده أول تدريب لمستر فيتوريا في الكويت، الفريق فيه مكتمل الظروف 24 لاعب تمام مكتمل. الحمد لله لكل اللعيبة يعني شاركوا في التدريب النهارده، على رأسهم إمام عاشور نجم الزمالك، وكان أحمد الشناوي حارس بيراميدز، والاثنين يعني إمام كان عنده كدمة مستريح امبارح، ما شاركش في التدريب بسبب تدريبات بدنية ثبتت تحت إشراف الدكتور محمد أبو العلم. النهارده الحمد لله شارك في التدريب كامل بصراحة مستوى كويس. نفس الامر احمد الشناوي برضه في تدريبات فرديه مع مدرب الحراس. باقي اللعيبه الحمد لله كلهم يعني كتير الحمد لله جاهزين، والحماس يعني والاداء الرجولي كان ظاهر عليهم في التدريبات النهارده، وكله عنده امل طبعا محمد ان هو يشارك في ماتش كبير زي طبعا منتخب زي امام تكتيكا. فان شاء الله يعني الجهود يعني تكتمل من الاخر، وان شاء الله المنتخب يحقق نتيجه ايجابيه امام منتخب ثاني منتخبات العالم من حيث التصنيف، وطبعا بدون لعيبه كتيره جدا جدا، لعيبه كتيره جدا احنا عارفين. فان شاء الله يبقى تجربه كويسه وتجربه مميزه، والمنتخب يقدر يحقق نتيجه ايجابيه. ان شاء الله. وهو اللقاء ودي ولكنه واخد طابع رسمي، فاكيد كلام مستر فيتوريا مختلف مع اللعيبه، اكيد اللقاءات اللي فاتت يعني الطابع طبعا بتاعها مختلف عن اللقاء ده. اهلهم نفسيا ازاي لمواجهه فريق مصنف من الخمسه الاوائل، يعني افضل 5 منتخبات في العالم؟ يعني طبعا زي ما انت قلت محمد، يعني اللعيبه ذات نفسها عارفه اهميه البطاقه، عارفه ان انت بتلعب منتخب منتخبات الخمسه الكبيره زي ما انت قلت على مستوى العالم. طبعا بيبقى الاعلام كله مطلع على المباراه، كله منتظر طبعا مواجهه محمد صلاح نجم النادي طبعا، والفخر العرب كذلك، ودي بروين نجم مانشستر سيتي. فان شاء الله يعني تجربه ومباراه قويه جدا. معظم اللعيبه طبعا محمد عنده يعني كلهم اصحاب خبره، طبعا لعيبه كبيره يعني واجهوا قبل كده في ماتش ودي قبل كاس العالم. معظم اللعيبه اللي موجوده برضه لعبوا كاس العالم، فعارفين اهميته والخبرات الكبيره دي ممكن يعني تبقى تودي في حته ثانيه. فمعظم اللعيبه الموجودين سواء الشناوي حجازي عمر جابر صلاح تريزيجيه محمد، معظم اللعيبه دي يعني كان معظمهم طبعا عارفين اهميه محمد. خبرات كبيرة جدا، ولكن صلاح بالنسبة لنا في قبل اللقاء زي كده اللعيبة بتاخد منه الثقة، يعني صلاح وجوده مع اللعيبة أكيد كلامه معاهم بطريقة مختلفة، بيحتاجوا من القائد بعض التدعيمات النفسية قبل اللقاءات دي. يعني حتى لو صلاح ما بيحملش شهرة الاستاذ محمد، لكن يعني بيحصل حب طبعا واحترام من اللعيبه، والعلاقه الحقيقيه بين اللعيبه كلها محمد يعني هو المعسكر، سواء بقى زمالك اهلي بيراميدز اي حد موجود محترفين، تشوفهم كلهم مع بعض يعني العلاقه كويسه، ما فيش طبعا اي ازمات او في اي مشاكل او في اي خلافات. صلاح طبعا بيلعب بدون قائد زي ما قلت، الناس اللعيبه كلها يعني بلا استثناء بيحبوا الجهاز الفني كله يعني، وهو يعني عارف يعني اهميه دور القائد. يعني يعني صلاح الحقيقه بيقف يعني طبعا مزيد من مش عايز اقول لك من القوه طبعا على تدريبات المنتخب وحماسيه على المنتخب. فالحقيقه يعني دي اقل حاجه بتتقال على صلاح، لكن هو طبعا اضافه ومكسب كبير جدا، واكيد طبعا بيدي اللعيبه حافز وهو موجود في الملعب، بيدي للقاء اهميه طبعا هو موجود في الملعب. فان شاء الله يعني اللقاء يعني يخرج بصوره كويسه وصوره مميزه فريق يعني الكره المصريه وفرقه يعني، ويبقى ماتش الناس كلها هنا في الكويت يعني الاقبال بدا يتزايد على التذاكر، حتى على فندق الاقامه او تسجيلات المنتخب في ناس موجودين كابتن في الفندق عايزين يشوفوا منتخب مصر وعايزين يشوفوا صلاح طبعا طبعا بيحظى يعني بعشق واهميه كبيره جدا في الكويت.
في المطار وحتى في الطرق يا محمد شوف تلاقي اعلانات عن المباراه، يعني ده بياكد لك اهميه اللقاء واهميه الاهتمام الكبير جدا في اللقاء. فان شاء الله يعني يخرج بصوره كويسه ونتيجه إن شاء كمان. الله. شايف إيه الأهم بالنسبة لنا في اللقاء ده؟ نتيجة ولا أداء وتعلم من اللقاء؟ يعني هو كل حاجه طبعا، انت لو يعني لو اديت طبعا بصوره كويسه وربنا كرمك وحققت نتيجه كويسه مكسب، طبعا هتديك ثقه كبيره جدا وهتديك ثقه كبيره جدا وهتشجع الثقه في اللعيبه. يعني بعد ماتشين المجال اللي احنا للاسف يعني تحديدا ماتشين المجال بتصفيات كاس العالم اللي يعني خسرناهم برضه زمان، كان مش عايزين نرجع للاسباب، فهتديك طبعا دفعه قويه وتاكيد ان انت منتخب كبير وقادر حقق نتائج وارقام كويسه جدا في الفتره اللي جايه. ومعاك الحقيقه منتخب يعني في اكثر من لعيب مميز يقدروا يحققوا فارق مع اي منتخب مع اي فريق. فان شاء الله يعني منتخب مصر باذن الله يعني عارف اهميه اللقاء ويبقى اللقاء يخرج بشكل كويس جدا في الفتره اللي جايه. عندك تصفيات كاس العالم في شهر افريقيا في شهر 3، فان شاء الله يعني تدي اللعيبه حاجه خبره وتدي اللعيبه يعني طبعا هتفرق معاك محمد كمنتخب ان انت طبعا. تبقى فزت على بلجيكا مثلا في ثاني لا العالم. تفرق مع الجيل ده نفسيا، وتفرق كمان مع مستر فيتوريا، مع اللعيبه ثقه كبيره للعيبه، وان شاء الله ده يحصل عندنا ثقه كبيره بصراحه في حضراتكم، من اول حضرتك، من اول الجهاز الطبي، الجهاز الفني، اتحاد الكوره. انا مش شايف اي حد في المنظومه مقصر في اي حاجه. ان شاء الله يكون لقاء يليق باسم منتخب مصر، والمصريين يكونوا سعداء باللقاء، وان شاء الله كاس العالم الجاي نكون موجودين. وهتشجع مين في كاس العالم في قطر؟ مين المنتخب اللي انت متعاطف معاه؟ طبعا اي دوله عربيه طبعا اتمنى لها التوفيق، طبعا وانا عن نفسي انا بعشق ميسي طبعا، يعني منتخب الارجنتين، فارجنتينا وبرازيل اي حد فيهم طبعا، لكن طبعا التوفيق للمنتخبات العربيه طبعا. او نتائج وارقام كويسه وتبقى حاجه كويسه الفتره اللي جايه ان شاء الله، يعني لان ياكدوا ان الكره العربيه بتتقدم، يعني دي حاجه كويسه لو حققوا ارقام وصعدوا الادوار يعني دور 16 دور 8 ان شاء الله يوصلوا اكثر من كده باذن الله. ان شاء الله كل التوفيق للمنتخبات العربيه. وعلى ذكر ميسي بقى، بكره ما تنساش تتابع ماتش الامارات والارجنتين، هيكون ماتش حلو، فرقه عربيه اهو مع الارجنتين، وفيها نكهه مصريه ان التحكيم مصري، كابتن ابراهيم نور الدين. طبعا يعني ف كان مباراه قويه جدا وتجربه قويه جدا، ويعني الحقيقه يعني شايف انها خطوه كويسه ان الامارات بتلعب الارجنتين، صحيح مصر بتلعب، فده ياكد لك يعني ان في منتخبات عربيه كويسه، وفي يعني عليها طلب انك تلعب منتخبات عربيه، دي حاجه كويسه قبل كاس صحيح. العالم اللي فاتت تقريبا. وكاس العالم لما جه الشرق الاوسط بيدي الشرق الاوسط طابع طبعا مختلف، وان وطبعا شاء الله دايما الشرق الاوسط في تقدم كبير جدا على كل الجوانب الرياضيه. استاذ محمد نورتني وشرفتني، وان شاء الله منتظرينك بعد العوده من الكويت تكون منورنا في الاستوديو نعمل حلقه مع بعض ان شاء الله. من الناس اللي انا بكون سعيد جدا بالكلام معاها استاذ محمد مراد، موثق أكيد الاعلامي شخص منتخب مصر. محترم ومثقف يعني.